بس يا سيدي راح عمل لنا محضر صلح، بس بعد ما عكموا الواد حته الدين عكمه ما اقولكش. الصلاه على النبي عليك يا سيوني، الصلاه على النبي عليك. ما تلاقي يا اخي العزل ده كله يا وادودك يا بقول لك يا سيوني، ما تاخدني معاك السلكه، ده انت قطوتي. ما ينفعش في الشغلانه دي يا روقه، انت دماغك عصافيري. بكره تكبر خدني معاك. يا جدع ما انت لسه خارج من مصيبه اهو. يا عم بنكلمك يا عم الحاج. يا حلاوه حلاوه حلاوه. اه لا واضح انا اللي دماغي عطافيلي يا خاين، لا واضح ان العيال غيره خالص. الحمد لله. ما تاكل يا راب، الاكل زي ما هو. بطني اتملت على الاخر، مش قادر، شبعت على كده. وعجبك الاكل؟ هو في احلى ولا اطعم من كده؟ عشان حلي بقى ما عملتش حل. مش قصدي، انا اقصد يعني تيجي تقعدي جنبي. اه وماله حبيبي؟ لحظه واحده. ايه بس انا عملت ايه؟ انت بقى قلت واحدة اي كلام وتقضيها لغواصة صح؟ ولا قلت اي حاجة، انا كل اللي اقصد انك تيجي تقعدي جنبي نقول كلمتين حلوين بس. بقولك ياض، انت ناوي على ايه؟ ولا اي حاجة. يا دفعم ياض، يعني ناوي على جواز ولا هتقضيها فرصة سعيدة وشكرا؟ وهو المعلم شعبان هيرضى يناسبني انا؟ دي بقى سيبها عليا، هظبطها مع المعلم. يعني صحيحة هنتجوز؟ قوم انت بس اغسل ايدك على ما اعمل لك الشاي ونقعد مع بعض نرصها كده ونشوف هنعمل ايه. وانت برج ايه؟ برج الجدي. يا خلوف يعني. حلوة؟ حلوة حلوة يا جو. ايه ده ايه ده ايه ده؟ معلم شعبان صلى على النبي عليك. سبحان العاطي الوهاب سيد المعلمين. سيوني ازيك يا ريك؟ ازيك يا نواف؟ ايه ده المعلم شعبان بنفسه؟ الحمد لله على السلامة. اخفى يا كبير. بوسة يا كبير. خير مش وقته. ده صاحبي يا عم. مؤاخذة يا رجالة، معلم شعبان مؤاخذة، انت عايزك في كلمتين. الشاي يا ميشا. شعبان فين؟ هو فين؟ خد يا ولد يا ابن الميت على الحرب دي يا حل. مشي على حالك. شارع على طولك يا شعبان. ايه بقى هو ده بقى اللي انت بتفكري فيه؟ هو اللي تعالي معايا الشقه تقولي لي لا انا عندي حاجات وبعملها. هتجوزني؟ جوزتك انا ولا ايه؟ هتجوزني